بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي Anatomy of the Brain. Anatomy of the Brain موضوع يعني سهل، ما فيهوش صعوبة، وإن فيكم بيشتغل يعني ممكن بيقابل الحالات دي. سامعين الصوت ولا أجيب السماعة؟ سامعين؟ ها؟ تعالوا قربوا بس عشان نجيب السماعة. عايزين نجيب السماعة ماشي؟ البرين احنا بناخد عندنا البرين فيه اثنين اناتومي، سي تي وام ار اي ماشي؟ نبتدي بالسي تي ونشوف ازاي بناخد المقاطع في السي تي. السي تي بنبتدي من البيز اوف ذا سكال اب تو ذا فيرتكس ماشي؟ بناخد اللاين الاوربتوميتال لاين، يعني اللاين اللي بتانجل عليه الزاويه بتبقى اوربتوميتال لاين. ليه اوربتوميتال لاين؟ وجدوا ان اللاين ده اقل بتاع بتتعرض فيه اللينس للراديشن، يعني ده وجدوا في عملوا كذا زاويه، عملوا زيرو انجل، عملوا لانه الاي لينس لو اتعرضت كذا مره راديشن ممكن عادي يجي له كاتراك بعد شويه. فده لقوا في البوزيشن ده او اللاين ده اقل حاجه بيجي العيان ايه؟ اقل حاجه اللينس اللي اتعرض فيه للراديشن، اوكي؟ ماشي. فبناخد من سكال بيز اب تو ذا فيرتكس، بناخده بالسيرو فصه خمسات، وبناخد الباقي سبعات او ثمانيات، ماشي؟ زمان قبل ما يطلع النات سلايس سي تي لازم تاخد الحاجه دي مظبوطه بالظبط، بس بعد ما طلع النات سلايس سي تي حتى لو انت خدت مقاطع وعاوز ترجع تاني في الريكونستراكشن ناخدها اسرع بكتير ماشي؟ لانه كان السي تي زمان كانت بتشتغل على الاكس واي بس اكسس، لكن دلوقتي بقى على الاكس واي زد. هي دي حاجات فيزكس يعني المفروض نبقى قايلينها لكم في الفيزكس ماشي؟ فالاكس واي زد ممكن يعمل لك كورونري فورمات، يعمل لك سيلز فورمات، من غير انت بعد العين ما يمشي تعمل، لو عايز تعمل عايز تقطع العين ده 1 مللي تقطعه 5 مللي 3 مللي زي ما انت عايز في الريكونستراكشن ماشي؟ فهنبتدي من السكال بيز. اول حاجه بيبان لنا الفورامن ايه؟ فورامن ماجنم ماشي؟ وده المضله اوبلونجاتا. بعد كده نطلع فوق شويه السريبيلر هيمسفير، واحد رايت وواحد شمال، واحد يمين وواحد شمال. وادي ده ابتدينا نبتدي في البونز، وادي ده الفورس فينتريكل، وده الرايت سيريبيلر هيمسفير والليفت، وده السيريبيلر فيرمس اللي ورا الفورس فينتريكل على طول. لما يجي عند الاكبر حته في الفورس فينتريكل الصامب برينت لايت بيبقى البونز اللي قدامها، وعلى يمينها الرايت على يمينها الرايت سيريبيلر هيمسفير، وعلى شمالها الليفت سيريبيلر هيمسفير. وفي وصله بين بين البرين ستيم او السيريبيلر هيمسفير اسمها ميدل سيريبيلر بيدانكن. هو في ثلاثه بيدانكن، سوبيريو انفيريو وميدل، هي اللي بتشوفها انت في السيتي الميدل بس. سوبيريو انفيريو لازم تاخد سيل كاتس وتبان في المراجع احسن من السيتي. وابتدى التمبرال لوب تبان برضو، ادي تمبرال لوب تمبرال لوب، الفرنتال لوب ابتدت تبان، وادي السوبرا سيلر سيستم، بعد كده فرنتال لوب. احنا هنقول الكلام ده بالتفصيل. وادي الفنتركل ابتدى يبان، السيرد فنتركل، وبعد كده اللاترال فنتركل، الفرنتال هورن والسيرفيتال هورن، بعد كده البودي، وبعد كده الفرنتال لوب، وبعد كده البرايتال لوب لغايه ما نخلص. هنقول الحاجات دي حاجه حاجه. هناخد كاتس كاتس ونقول عليه كل حاجه. احنا بناخد الكاتس اللوكاليزر ده بيوريك ايه الكاتس قبل ايه ماشي. اول حاجه في السكال بيز، اول حاجه المضله اوبلونجاتا، يعني الحته البتاع دي الصغيره اول حاجه تبان في البريستيم دي المضله اوبلونجاتا ماشي. ورا المضله اوبلونجاتا يا دوب بدايه الفورس فينت تمام، ورا الفورس فينتكل الفليكولا ماشي، ودي السيسترنا ماجنا اللي احنا بنشوفها في الام ار والسي تي، وده رايت سيريبيلر هيمسفير وده ليفت سيريبيلر هيمسفير. لو طلعنا فوق شويه احنا عند اكبر حته فيها مين؟ الفورس فينتر، يبقى اللي قدام البوستيريور فصه او الحفره الخلفيه دي الباوندري بتاعها بوستيريور اوكسيبيتال بون، على الجناب يبقى التمبرال بور، قدامهم الدورسام سيل ماشي، يبقى في النص فيها الفورس فينتكل بيبقى صامب برينت اللي هو باين ده في السجيتال. قدام الفورس فينتكل يبقى مين؟ لما يبقى انت اكبر حته شايفها في الفورس فينتكل او اكبر سايز للسوبر دي يبقى ده مين؟ البونز. ورا قدام البونز في بتاع حاجه كده بيضة شويه، لو انت حاقن صبغه تبان احسن، ده البازيلر ارتي ماشي؟ وده الميدل اللي بيوصل برين ستيم مع السيريبيلر اسمه الميدل سيريبيلر بدنك، وده رايت هيمسفير والليفت هيمسفير، واللي في النص ورا الفورس فينتكل اسمه السيريبيلر فيرمس. اوكي ماشي. هنقول ام ار لوحده والسي تي لوحده في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاناتومي. طيب وقدام برضه التمبرال لوب ابتدت تبان برضه معانا الحفره بتاع التمبرال لوب، وابتدى يبان ال الفرنتال لوب برضه ابتدى جزء يبان منها في الكاتس ده ماشي. يبقى البصير فصه الاختصار بتاعها ثلاث مقاطع، ادي اول حاجه المضله
بعد كده البونز وبعد كده ايه الميد برين اوكي، ويبقى رايت سيربيلا هيمسفير وليفت سيربيلا هيمسفير، وفي النص ورا الفورس فينتك السيربيلا فيرمس في النص ماشي. والباوندري بتاع بيصير فص احنا قلنا ورا الاوكسيبيتال بون وعلى اللاترال التيمبورال بون، والقدام مين الدورسال سيل ماشي. ويبقى البازل الارت ممكن لو انت حاجه سابقه بالذات بتشوفه قدام البونز على طول اوكي. في شويه سيستيرن هنا حاجه البونز السيستيرن قدام اسمها بري بونتاين سيستيرن، في سيستيرن هنا كوادري جيمينا يعني رباعيه اللي حوالين مين حوالين الميد برين اسمها كوادري جيمينال سيستيرن اوكي. وادي الاسهم مش هوري لك على كل حاجه ال بتاع ده، ادي الميد برين وادي الاكويداكتو سيلفياس. برضو الاكويداكتو سيلفياس مهمه جدا بس احنا هنركز عليها في الام ار اي لانه في فحص دلوقتي سي سيفلوميتري لازم اعرف مكانها عشان لما اجي لك فني اقول لك انا عايز اعمل سي سيفلوميتري احط الزاويه ازاي بتاعت سي سيفلوميتري لازم اعرف السيريبر اكويداكت. بس هو ده ام ار مش سي تي، فحص ام ار اسمه ام ار سي سيفلوميتري عشان تشوف الفلو جوه الاكويداكت دي هاي فلو ولا لو فلو ولا فلو نورمال ماشي. في اخر الفورس فينتكل اسمها الايه؟ الاكويداكت اوف سيلفيس، دي اللي بتوصل السيرد مع مين؟ مع الفورس فينتكل اوكي؟ ودي السيربيلر فوليا. طيب يبقى احنا خلصنا الليفل بتاع البوسيل فصة، نطلع على ايه؟ السوبرا تنتوريا دي، مع في بوسيل فصة دي بيبقى فيها تنتوريا، تنتوريا ده عامل زي الخيمة، بيبقى زي الهرم بالظبط، البيز بتاعته واسعة كل ما تطلع فوق يضيق لغاية ما يقفل التنتوريا هيتصل. نطلع فين؟ الفنتريكولا ليفل. الفنتريكولا ليفل اللي هو بيشبه بالدولفين، عارفين الدولفين؟ بيقول لك الدولفين لو واحد ماسك واقف كده وماسك دولفين في ايد اليمين وماسك دولفين في ايد الشمال. الدولفين بيبقى ماسكه من البودي، بيبقى اللي نازل تحت مين؟ الفرنتال هورن والاوكسيبيتال فور، يعني الهيد بتاعت الدولفين والتيل بتاعت الدولفين. ماشي؟ وايدك اللي انت ماسك بيها ده السيرد فينت، ماشي؟ فاحنا لما نيجي نطلع في السوبرا تنتوريال ليفل، أول حاجة نشوف شكل الدولفين، أدي ده دولفين، ده اللاترال فينتكل واحد وده اللاترال فينتكل. فكأنه واحد واقف وماسك البودي، فمين يبان الأول؟ الفرنتال هورن والاوكسيبيتال ولا البودي؟ هو البودي مرفوع بإيده. فبيمثلوه كده، فبيقول لك الفرنتال هورن والاوكسيبيتال هورن يبانوا الاول قبل البودي بتاع الفنتكل ماشي. فاحنا لو بصينا هنا هنلاقي الفرنتال هورن بتاع الليفت لاتر فنتكل وده الفرنتال هورن بتاع الرايت، وده مين السليت لايف ده اللي بين بتوين السلامار ده ايه السيرد فنتكل ماشي، وده الاوكسيبيتال هورن ماشي. والكالسفايد ستراكشر ده الكوريد بليكسس موجوده جوه الفنتكل، وده الباينيال بودي وفي شويه سيسترن حواليه ماشي. الكوادري يجيب لنا السيستيرن، في سيستيرن هنا اسمها ريترو سلامك سيستيرن ماشي. على جانبي الفرنتال هورن بنلاقي فيه البيزل جانجل، البيزل جانجل بتتكون من ايه؟ من الكوديت والانتفورم نيوكلاس والسلامس. السلامس دي زي المثلث حوالين السيرد فينتريكل، والكوديت دي ليها هيد ونك وتيل بتبقى حوالين الفرنتال هورن، والانتفورم بيبقى الحته اللي بره اللي لونها ابيض، بتتكون من بيوتيمين وايه؟ جلوبس بالدس، وبينهم في خط اسود ده اسمه ليه انترنال كبسول، الانتيريور بورشن والجينيو والبوستيريور بورشن بتاعه، وبره البيزا جانجل حاجه اسمها اكسترنال كبسول. طيب نيجي هنا في الكبسول، البيزا جانجل دي مهمه جدا، احنا عارفين المخ ده بيتكون من جري وايت مطر، الجري مطر هي المايسترو بتاع البرين، بس هي المايسترو لازم لها محطات تقويه عشان توصل الاشاره مثلا من الكورتكس لحاجه، لازم ليها زي كهرباء السد العالي، لازم تقويها في نص من اسوان للقاهره، لازم تعمل محطات تقويه في اسيوط، فهي بيزنج انجل زي كده. فالبيزنج انجل دي مهمه جدا لانه اي ليجن بيجي فيها ممكن يعمل ايه؟ يدي مانيفستيشن. ادي هنا قلنا ده الانترنال كبسول، الانتيريور لمب، وده الجينيو، وده البوستيريور لمب، ودي الهيد اوف كوديت، وده الانتيفور نيوكلاس، وده السلامس واحده يمين وواحده شمال، وده مين السليت لايك، قلنا ده الفورس فينتري. فبيجي لك في امتحان سهم متشاور على 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 الشكل ده ماشي، ما تقعدش انت تروح تجيب له السلامس لانه حاطط لك الهيد اوف ذا ارو على السيرد فينتري ماشي. الكوادري جيمنال سيستيرن برضو بيبقى عامله زي الطبق، كوادري جيمنال لايت الكوادري جيمنال سيستيرن. برضو في ستراكشر موجوده هنا، احنا قلنا في الكوادري جيمنال سيستيرن قلنا لو انت حاجه سابقه هتشوف التيلو سيبرال فين، وهتشوف الايه الكالسيفيكيشن بتاع مين بتاع المميليري بودي
اوكي. في برضه سيستيرن هنا اسمه ريترو سلامت سيستيرن بيبقى ورا السلمس على طول. وده الباينيال بودي وده الانترنال سيربرال فين لو انت حائن سابق. والانترنال سيربرال فين في كذا دكتور هنا في الارو يجيبوها لك في الامتحان يحط لك السهم بس يبقى محقون سابقا. ده مش محقون. هتلاقي في سمول تو فين هنا وفي فين اوف جالين ثلاثه فين جنب بعض. لو حطيت لك سهم على الانترنال سيربرال فين ماشي؟ كل امتحاناته في السي تي يجيبها لك كلها على الفاسكولار ستراكشر. دايما هو بيحب الفين اوف جالين ويحب الايه؟ الانترنال سيربرال فين. لو طلعنا فوق في الليفل بتاع الفنتريكل يبقى الفرنتال هولوكسي بتاع خلصه يبقى مين بيبان البودي بتاع الدولفين. ادي البودي بتاع الليفت لاترال فنتريكل وده البودي بتاع الرايت لاترال فنتريكل. طيب البتاع ده الكوربس كالوزوم اللي في النص اللي بيفصل الاثنين السبتامبليوس ده اللي بيفصل ايه التو فنتريكل. طيب هو زمان احنا كنا بناخد في الاناتومي حاجه غلط طلع كنا بناخد اللوب بتاعت البرين فرنتال تيمبورال برايتال اوكسيليا تمام. كان دايما يقولوا لنا البرايتال بتمثل التلتين او الثلاث ارباع بتاع البرين ماشي والفرنتال بتمثل الربع او التلت والتبرال اوكسيليا بيمثلوا حاجه بسيطه. بس بعد ما طلع الفانكشن ام ار اي طلع الكلام ده غلط. طلع الفرنتال لوب هي اكتر لوب في الجسم حتى الموتور اريا والبري سنترال جايروس بص كنا بناخدها برايتال طلعت لا في الفرنتال وليست في البرايتال. بعد ما طلع الفانكشن ام ار اي وجدوا الفرنتال لوب بتاع الهيومن اكتر حاجه فيه بيمثل الفرنتال لوب الفرنتال لوب في الهيومن. بعد كده الشمبان القرد وبعد كده الدوجز والكاتس فموريك الحيوانات كله كل حيوان الفرنتال لوب يعني الكاتس الفرنتال لوب حاجه صغيره جدا ما بيفكرش لكن الهيومن الفرنتال لوب دي اكبر حاجه بتمثل في البتاع. وده الفانكشن ام ار اي بيوريك كل حاجه حاططها لك بلون حاطط لك السيريبيلر هيمسفير بلون والبرين ستيم بونز والبرين ستيم بلون حاطط لك تمبرال لوب ليها لون كل حاجه موريك لون. فلو احنا بصينا هنا ده السلامس وده البيزال جانجليا اللينتفور وده الفرنتال لوب وده التمبرال وده الاوكسيبيتال. فالاوكسيبيتال لوب حاجه صغيره قوي جاست موازي للبوسيلو فالكس بالظبط وانسى انه الاوكسيبيتال هورن يخلص يبقى ما فيش اوكسيبيتال لوب وده فرنتال وده تمبرال لوب ماشي. لو طلعنا فوق هنلاقي الفرنتال هو المهيمن وده البرايتل يعني غالبيه اللوب فرنتال يعني كنا زمان اي ليجن يجينا هنا كنا نكتبه برايتل بس مع ما طلع المراي الدنيا اتغيرت فبقى الفرنتال هو اللي ماسك غالبيه البرين تلتين البرين او ثلاث ارباع برين بيبقى فرنتال لكن الجزء اللي ورا برايتل قليل قوي بعد ما طلع الفانكشن المراي وبيشوفوا الحاجات دي بيلونوها على حسب الفانكشن المراي. ده برده سيد الفرنتال بيوريك شايف فرنتال لوب اكبر لوب في البرين. احنا زمان كانوا يقولوا لنا ده ايه اكبر لوب في البرين هي مين برايتر الكلام ده ما طلعش صح يعني شايف البرايتر ممثله حاجه صغيره بالنسبه للفرنت. ده برده الكورونا بيوريك برده فرنتال لوب اكبر حاجه في اللوب بتاعت البرين هنا فرنتال بالذات في الهيومن لان هو الانسان كله ايه بعقله وفكره هو اللي ربنا خلقه بيه بيتحكم في البشريه ماشي. لو جينا التقسيمه القديمه دي لكن التقسيمه دي طلعت مش صح التقسيمه الجديده هي دي اللي صح. الفرنتال بيمثل التلتين والبرايتال بيمثل التلتين اوكي ماشي. دي مهمه جدا لازم تعرفها عشان ما تيجي لك ليجن تكتبوش برايتال سي وفرنتال ماشي. زمان حتى الدكاتره بتكتب سي ام ار اي قديم لو مش عارفين التقسيمات دي يكتبوا الليجن ده برايتال ماشي. فانت تبقى عارف تقول لا هو بعد ما طلع الفانكشن ام ار اي طلع الفرنتال لوب هو بيمثل غالبيه الايه في السوبرا فنتريكال ليفل بيمثل التلتين برين من قدام ماشي. نيجي على الفاسكولار ستراكشر ودي مهمه يعني اكثر حاجات مهمه في سبوت الفاسكولار. هو مش هيجيب لك يشاور لك على فرنتال لوب ولا برايتال ما انت هتكتبها. يجيب لك ستراكشر بلاد فيسل موجود التير سيربرال فين في حاجه محكومه. يجيب لك مثلا الميدا سيربرال فين يجيب لك انتيريو كوميونيكيتنج او بسيريو كوميونيكيتنج. فده السيركل اوف ويلز وهنا الفرنت البتاع ده الانتيريو سيربرال في بيبقى في فيسل بيبقى بين الاثنين اسمه انتيريو كوميونيكيتنج وفي هنا ده البسيريو كوميونيكيتنج بيتصل بين البسيريو سيربرال وبالانترنال كاروتيد ارتري. يعني يجيب لك سهم مشاور لك على الارتري ده انت تكتب تقول ايه posterior communicating artery ماشي. وده ام ار وده سي تي ماشي. وده الميدل سيرفر ارتري وادي ده الرايت ميدل وده الليفت ميدل سيرفر ارتري اوكي. ده الاسهم اللي مش هقول لك عليها ادي الانتيريور كوميونيكيتنج وده البوستيريور كوميونيكيتنج ماشي. وده البوستيريور سيربرال ارتري وده الانتيريور كاروتيد ارت ماشي. لازم تبقى عارف الانتيريو كوميونيكيتنج بيتصل بين مين ومين
بين مين ومين الانتيريور كوميونيكيتنج؟ تو انتيريور سيربرال. تو انتيريور كوميونيكيتنج بين مين ومين؟ خليك انا بصيت بجد بقى اتلخبطت فيه. مين مين ومين بصيت كوميونيكيتنج؟ لا مش بازل. بين الكاروتيد انتيريور كاروتيد والبصيريور سيربرال. خلي بالك دي نقطه يقول لك انت دايما احنا في دماغنا ايه؟ الانتيريور كوميونيكيتنج بين انتيريور سيربرال. فانت بتقول طب بصير كوميونيكيتنج انت هتقول بتقول بصير سيريبرال لا بصير سيريبرال ترى كاروت دول بصير سيريبرال ماشي اوكي مفهوم ولا مش مفهوم طيب ده برضو صور توضيحيه ايه حد ديجرامات يوريك الفرنتال لوب من البرايتال من الاوكسيبيتال بالالوان ماشي وده يوريك الاريا البروكس اريا والكوجنيشن والايموشن حاجات الايه اللي مسؤول عنها البرين هناخد برضو الاناتومي بتاع الام ار اي احنا خلصنا كده الاناتومي بتاع السي تي في حد عايز يسال حاجه في الاناتومي السي تي ناخد في الاناتومي بتاع الام ار اي هما الام ار برين اناتومي يعني الام ار بيوضح برين اكتر لان احنا دلوقتي حتى لما بيجينا عيان وجاله برين تيومر ايا كان سواء اكس راي او اكس راي ما بنحنوش صبغه السي تي الام ار اي كونتراست على طول لانه حتى لو حقنته الام ار سي تي بالصبغه بيجي الدكتور الكلينيشن بيرجعه لك ثاني هذه الام ار اي بيوري له الصور في كل في السيتر وفي الكورونا وفي الاكزير وبيوري له البلد فيسل يعني في زمان حاجات كتير كنا بنتلخبط فيها في السي تي لما طلع الام ار اي يعني مثلا انيوريزم السوبرا سيلر ماس كان بيسالك في الدكتوراه كتير جدا تيجي بس ما بقاش عارفينها دي سوبرا سيلر تيومر ولا انيوريزم ونقعد نوصل ده كمان يعني جوجرافي عشان نوصل لانها ثرومبوز انيوريزم لكن بعد ما طلع الماس سلايس سي تي والام ار اكتر يمكن ايه يعني حللنا بشكل كتير حتى في جراحه مخ اطفال زمان يقول لك كتير بدخل على ام ار سوبرا سيلر ماسك بالهالي سي تي اصلي زمان يدخل الايه انيوريزم ماشي لان الانيوريزم بيبقى ثرومبوز صريح الانسان لما بيخش سمنه فبيقول له ده كلمه فرنجوما ايا كان لكن الام ار في الاناتومي التوضيح احسن من السي تي بكتير لو خدنا من اول سكال بيز ده ايه اللي بيبان لنا ده السيرفايكال كورد ماشي وده السي سي في حوالين السيرفايكال كورد وده النيزوفارينكس وده الماكسيلاري ساينس وده المانديبول ماشي لو طلعنا فوق شويه يبقى احنا دخلنا على ايه على البصير فص يبقى اول حاجه بتبان في البرين ستيم مين مضله تمام لازم تبقى عارف مكان المضله ليه العينين بيجي لهم سودو بالبر بولس كلهم كنا زمان نعمل لهم سي يطلع نورمال بعد ما طلع الام ار اي والديفيوجن بنشوف انفكشن في المضله اوبلونجاتا فالعينين بيجي لهم سودو بالبر بولس كله بيكتب له الام ار اي دلوقتي والديفيوجن شوف فيه ستروك باينه ولا ايه يبقى المضله اوبلونجاتا اللي ورا المضله ده مين بدايه الفورس فينتريكل واللي على يمينه وعلى الشمال دول مين الرايت سيريبيلر هيمسفير والليفت سيريبيلر وفي النص ده السيريبيلر ايه سيريبيلر فيرمس وده ده السيستيرن اللي ورا السيريبيلر فيرمس ماشي لو طلعنا فوق شويه وصلنا لاكبر حته السامب برينت بتاع مين بتاع الفورس فينتريكل ماشي يبقى قدام الفورس فينتريكل ده مين البونز والبونز ليها شكل في السيتا يقول لك البونز عامل زي البريجننت وومن لما انت ازاي تفرق البونز من البرين من من المضله في السيده اللي هو احسن حاجه السيده يقول لك الجزء اللي بارز لقدام ده اللي عامل زي الكرش ده البونز والجزء اللي تحت منه المضله والجزء اللي فوق منه ده الميد برين اوكي ماشي حتى مكتوب في كود يقول لك لايك بريجننت وومن يعني زي الست اللي بتبقى ايه حامل بيبقى طالع لها يعني بطنها باينه من قدام ماشي يبقى ده الفورس فينتريكل وده البونز وده الانترنال كاروتيد ارتي بيبقى سيجنال فويد واحد يمين واحد شمال وده التمبرال لوب وادي ده السيربيلا هيمسفير رايت وليفت وده ايه السيربيلا فيرمس في النص لو طلعنا فوق شويه ده مين دي مهمه جدا اخر الفورس فينجر اللي اسمها ايه الاكويدكتيف سيلفز واهميتها ايه في السي سي فلومتري اللي بيبقى مكانها في السيتال ده لانك انت بتيجي تحط عليها كاتس ثلاث مقاطع في الميد بورشن بتاعها لما تعمل سي سي فلومتري فلازم تبقى عارفها تبقى نقطه في اخر على اخر البتاع ده اخر الفورس فينتريكل فوق هي اللي بتوصل للفورس من السيرد فينتريكل وده الميدل سيريبرال ايه ده الميد برين قصدي وده السيريبرال بدانكل واحد يمين واحد شمال احنا قلنا السيريبرال فيهم ثلاثه الميدل والسوبيريور والانفيريور بس انت عشان تشوف السوبيريور والانفيريور لازم تاخد سين كاتس لكن هو اللي باين ده الميدل سيريبرال بدانكل لكن السيريبرال بدانكل ده حاجه واحده بس ما فيهوش ميدل سيريبرال بدانكل بس واحد يمين وواحد شمال طيب الميد برين ده فيه ثلاث حاجات الحته اللي حوالين الاكويدكت سيلفس ليها اسم اسمها ايه كوادريجيمينال بلي ودي اهميتها هي حالا بيجي فيها تيومر ويبقى الان عنده هيدروسيفس تعمل سي ما تشوفهاش
لو قلت له مقاربة تشوفها يعني عنده ان اكسبلين سوبرا تنتوري هيدروسيفلس، فانت مش شايف فيه اي مشكله، وتلاقي فيه هنا ماس حوالين الايه الاكويدكت اوف سيرفيس ماشي، وده السيرن اللي اسمه ايه الانتربيدانكولار سيستم، يعني طول السيريبر بيدانكل بيسموه انتربيدانكولار سيستم، وده الميديا سيريبر ارتري، وده التمبرال لوب، وده جزء من الفرنتال لوب بتاع ده ماشي، ده هنا الفرنتال لوب، وده السيرد فنتريكل، وده الاوكسيبيتال لوب، واحد يمين واحد شمال، وده التمبرال لوب، ده السيلفيان فيشر. السيلفيان فيشر ليه ايه انتيريور وستيريور برش ماشي. لو طلعنا فوق قلنا احنا الدولفين اول حاجه بيبان مين فيه فرنتال هور، وادي فرنتال وادي فرنتال وادي اوكسيبيتال هور وادي اوكسيبيتال هور، وده الانتينا سيريبرال فين كنا بنقول عليها، بيجي لك السهم عليها نشاور عليها فتكتب له انه ده انتينا سيريبرال فين، وده السلامس الكوديت نيوكليس، وده البيوتيمن، وده الانترنال كبسول، وده السلامس واحده يمين واحده شمال اللي زي الهرم اللي نايمين حوالين السيرد فينت ماشي، وده مين ده الساينس بيشيل الازمه بتاع مين بتاع الساينس، مش هنقول الساينس اللي لها علاقه بتاعه. لو طلعنا فوق شويه يبقى الفرنتال، ابتدى البودي بان، وده البلاد فيسل باينه جوه، ده الكرويد بليكسس اللي جوه الفنتريكل ماشي، وده الكوربس كالوزم، ده الفورسيبس ميجور، وقدام ده الفورسيبس ماينور بتاع الكوربس كالوزم، او يعني ليها اسماء كتير، لما يقول لك ده الروسترام، بعد كده الجيني، وبعد كده البودي، وبعد كده السبليديم اللي ورا ماشي. وده الفرنتال هورن طبعا، وده جزء من التمبورال، وده الاوكسيبيتال، يعني وانس الاوكسيبيتال هورن خلص يعني ده اول بارايتال مش اوكسيبيتال، لان الاوكسيبيتال هورن يكاد يكون هنا هيخلص. بعد كده طلعنا فوق يبقى هنا التلتين كله ده فرنتال، والجزء اللي ورا التلت يبقى مين ده ايه بارايتال، لان انت لو خط هنا اللي ورا ده بارايتال، وكله اللي قدام ده فرنتال، حتى الموتور اريا والسنسور اريا كنا زمان ناخدهم كلهم تبع البارايتال، كله تبع الفرنتال في بعد سكشن المغني اوكي. وده الفالكس سيربراي اللي فوق، وده الفالكس، وادي ده برانتو. يعني بص هو شايف السالكس ده كل اللي قدام ده فرنتال، وكل الجزء اللي ورا الصغير ده مين برايتال ماشي. لو جالك هنا انفارشن ما تدوش برايتال، لا قدام السالكس ده بيبقى ده فرنتال، لكن اللي ورا ده كله برايتال ماشي. السيتر ام ار اي برضه ليه دور كبير، مش في حاجات كتير ما تبانش تشوفها في السيتر، يعني كوربس كالوزم عشان نشوف كله على بعضه في اجنيس ولا ما فيهوش، احسن حاجه تشوفه في مين في السيتر ماشي. فادي كوربس كالوزم كله بيتشاف كله حته واحده على بعضه فين في السيتر. برضه قلنا البونز بتشاف كلها على بعض زي البريجننت وومن فين في السيتر، وده الميد برين اللي فوق منها، واللي تحت منها ده مين المظله تمام، ده مين اللي بين السيريبيلم والبونز، ده مين قلنا عليه الفورس فينتريكل. اه ما هيشاور لك انت الفورس فينتريكل تعرفه في الاجز، لازم تعرفه في السيتر في الكور. الفورس فينتريكل اللي طالع منه فوق ده الاكويدكت اوف سيلفس، وبعد كده السيرد فينتريكل ده ماشي. لو نزلنا تحت السيريبيلر فيرمس اللي ورا الفورس فينتريكل، ادي برضه اهو ده مين ده كوربس كالوزم ماشي، وادي ده السيريبيلم، وادي ده الفورس فينتريكل، وادي هنا ده البونز، ودي المظله، وده اللي فوق البونز ده مين الميد برين ماشي. وده مين المشاور على السهم ده؟ لا لا مش سلامس، ده ده ايوه السيرد فينتريكل، محدش بيعرفه فيكم في السيده خالص، كله بيجي يشاور لك على الحته دي، كل واحد يكتبه حاجه، ده السيرد فينتريكل خلي بالك، لانه في السيده شكله غريب عليك، انت متعود تشوفه سليت لايك فريم في الاجزي، لكن في السيده مش متعود عليها، هم دايما يحبوا يجيبوا لكم الحاجات اللي انتم مش متعودين عليها، ده الفالكس ده، الانهانسد ده الفالكس. ماشي، يبقى ما هو تحت الفالكس انفراتنتوريال، ما هو فوق الفالكس اسمه ايه سوبراتنتوريال، وده اللي نازل ده مين ده البيتوتري جلاند، وده الاستوك المتعلقه فيه، وده السلامس اللي فوق ماشي. برضو هنا ادي برضو سفينويد ساينس، وده كلايفوس، كلايفوس ده بيبقى فات وبيبقى لونه ابيض، وتبص عليه في حالات لو عين عنده برايمري مالجنس في الام ار اي من غير سبعه تبص عليه تشوفه، لازم يبقى الفات سيجنال تيست فيه كويسه، عشان ممكن احيانا بيجي متس في الكلايفوس مثلا. وده الكوربس كالوزم كله على بعضه، وده السيربيلر فيرمس، وده الفورس فينتكل، وده الاكويدكت اوف سيرفيس ماشي، ده الفرنتال ساينس، ده السفينوت ساينس. الكورونال برضه في حاجات بتشوفها، الكورونال بالذات تمبرال لوب، لو في عين عنده ايبيليبسي او حاجه بتشوف برضه، وادي جزء من الكوربس كالوزم، وادي ده السيرد فينتكل، وده الفرنتال هورن بتاع ايه اللاترال فينتكل، وده البرين ستيم، ادي برضه الاوكسيبيتال هورن لو رجعنا ورا، وده الفورس فينتريكل، وده السيريبيلر هيمسفير واحد يمين واحد شمال، وده السيريبيلر فيرمس الفيرموس، وده الفرق السيريبراي اللي فيرموس ماشي. وده الانهانسد اللي جوه الفينتريكل اسمه ايه كرويد بليكسس ماشي. وادي الفورس فينتريكل، وادي ايه
اللي قدام الفورس فينتيكل ده مين؟ البونز. ماشي البونز ماشي ورايت وليفت سيريبرال هيمسفير. لو طلعنا برضه في الكورونا، الكورونا اللي احنا من احلى الحاجات اللي بنشوف فيها السله والبيتيوتري جلاند بالذات، لو عندنا ده ادي اوبتيك نيرف واحد يمين واحد شمال اوبتيك كازما، وبعد كده ده البيتيوتري ستوك اللي نازل، وده اللي انهانس ده البيتيوتري جلاند، وده البلاد فيسل اللي حواليه البيتيوتري جلاند ده مين؟ الكافيرنس بورشن بتاع الانترنال كاروتيد ارتري، وده الاسفينويد ساينس اللي تحت مين؟ تحت السله، عشان غالبيه حالات السله دلوقتي بتتعمل العمليات بتاعتها ترانس اسفينويدال، بس لازم تبقى الاسفينويد ساينس نيوموتايز، يعني الدكتور بتاع المخ واعصاب قبل ما يعمل العيان لو دي نان نيوموتايز ما يعرفش يدخل لها، لو نيوموتايز يدخل من طريق الاسفينويد ساينس. ماشي، وده الفرنتال هور، وده السيبتم باليوسيدم، وده السيرد فنتريكل اللي في النص. ماشي، وده فرنتال لوب، وده جزء من الكوربس كالوزوم الفورسيبس ماينور بتاعته، وده الكوديت نيوكلياس، وادي الاوبتيك نيرف واحد يمين واحد شمال، وده الاوبتيك كيازما اللي في النص، وده الانترنا كاروتيد ارتري والنعلي. الجزء ده كله اسمه كافيرنس ساينس. برضو الام ار بيعمل حاجه، يعني زمان كان اي حاجه بلاد فيسل بتعمل انجيوجرافي، دلوقتي انت بتعمل برضو السي في انجيوجرافي او ام ار اي من غير صبغه، حتى الام ار اي الحين من غير صبغه لو عنده رينال فانكشن عاليه او عنده حاجه بتعمله ام ار اي. فادي الشكل الانترا كرينيال ام ار اي. لو بصينا ده الكاروتيد، وادي الكاروتيد انقسم الى مين؟ الانتيريو سيريبرال واحد يمين واحد شمال، وانقسم الى ميدل سيريبرال، والميدل سيريبرال بيدي برانشات. وانت بتشوف هنا انتيريو كوميونيكيتنج برضه، وشوف ممكن لو الفحص حلو تشوف البسيريو كوميونيكيتنج لو انت عامل فحص حلو. ممكن يجي لك المعري برضه يشاور لك على حاجه تكتب اسم البلاد فيسل موجود. الساينس برضه، الساينس لازم تبقى عارف اناتو بتاعها كويس، لانه الساينس لما بيجي لك ساينس في العين عامل ام ار في لازم تقول له انهي ساينس روبوز وانهي ساينس بيتا وانهي ساينس فيها مشكله، هتبقى عارفهم. ما عارفين الساينس اكبر واحده فيهم ان اسمها ايه؟ سوبيريو سايتال ساينس. ماشي، وفي واحده تحت منها سيرفيرو سايتال ساينس، والانفيرو بتكمل ستريت ساينس. ماشي، بعد كده ترانزفيرس ساينس بيدخل بيبقى سيرمويد، والسيرمويد بي 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 بيروح فين؟ في الانترنال جاجولار فين. هم شاور لك عليهم كل واحده ليها اسم اهو. ادي نمره 2 ده سوبيريو سايتال، نمرة 11 ده انفيريو ساجيتال، نمرة 10 ده الستريت، نمرة 4 ده ترانسفيرس، نمرة 15 ترانسفيرس، نمرة 16 السجمويد، عاملة زي سجمويد لايك. ماشي، برضو الساينس لازم تعرفها برضو في الاكزيال، لانه ممكن يجي لك برضو اكزيال. يعني انت لو بصيت الساينس واحد يمين واحد شمال، ده انه واحد فيهم ترانزفيرس. تمام، واحد يمين واحد شمال بيبقى فيه فاريانت، حال بيبقى واحد اكبر من واحد ده نورمال فاريانت. ماشي، وده ترانزفيرس بيصب في مين؟ السيجمويد، والسيجمويد بص يصب في مين؟ في الانترنال جاجولا. ماشي، وده مين اللي باين ده قدام ده؟ ده سوبيريو سايتال. تمام، ماشي، كده تقريبا ده الاناتومي بتاع البرين. ماشي،